بل إن الصادق المصدوق، وأتحدى جيبولي في كل تراث البشرية والله من غير تبجح، جيبولي كلمة عن بوذا، عن المسيح، عن كونفوشيوس، عن لاوتسي، عن موسى، عن عيسى، عن أرسطو، أفلاطون، اللي بدكم إياه بمثل هذه الكلمة مفعمية بالعمران والحياة والتمدين والإبداع والإنجاز والعطاء. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة، شوف فرخ نبات يزرع في الأرض، فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها. يا الله يا رسول الله، لمن طيب هذه؟ أنت تقول الساعة تقوم قاعدة، النجوم تنكدر، ربما العالم يضطرب يمور، وفي يدي فسيلة ممكن قبل أن ينهار كل شيء أن أغرسها. قال لك اغرسها. إذن النبي يريد، انتبه، أن تعمر الأرض أم تعمر النفس؟ النفس. النبي يريد هذه النفس أيها الإخوة أن تعمر، أن تخضر، أن تورق، أن تصبح جناعٍ وارفة فينانة ذات بهجة، النفس. وإلا الأرض تقوم قيامتها بعد دقيقة. النبي يعرف هذا، يقول لك فليغرسها.